قاعدة نفسية تقول ما تمارسه يوميا تتقنه بجدارة. السلام عليكم، معكم حاج عيسى خالد من الجزائر، نجارة عصرية انتيريور اكستيريور ديزاين، وتخصصت في الديكور سينيماتيك. بدات كحلم كما نقولوا، بدا الحلم هو من صغر انني كنت نشاهد الافلام السينمائيه، كنت متعلق بها ياسر، وزيد كان واحد عجبتني واحد لاميسيون كنت نتبعها وانا صغير، يقولوا لها شغل كانوا يجيبوا المشاهير ويبينوهم كيفاه عايشين في ديارهم، كيشغل كيفاش. انا من ثم قعد عندي حلم انني حبيت نحقق ذاك الحلم، انني ندير في سطح المنزل تاعي ندير نفس الشيء اللي كانوا يديروه المشاهير هذونا، والحمد لله شكون كان هو حلم، وبعد من الحلم تحقق. الحمد لله درنا هذا الديكور هدايا اللي راكم تشوفوا فيه، ان شاء الله يعجبكم. سميناه كوبوي، او ميم طون جتنا واحد لابارتي دوزيام بارتي يقولوا لها جيرل. ورانا كل اشاك فوا كل مره كل ما نخدموا برودوي جديد نعطوا له الاسم اللي يولو. حبيت نتخصص في الافلام القصيره، منها خدمت عندي برودوي راني خادمه، هو تاع فيلم قصير تاع هو يحكي حكايتي كما يقولوا، بصح خدمته على واحد المقاييس انا كنت حاب نديرهم، سميته دريم هو الحلم، كيفاش كنت نحلم شغل كيف حلمت وكيف تحقق الحلم، هذا يسمى حكايه الحلم الاول. ومن بعد الحمد لله دخلنا مع الناس، دخلنا درنا في لي ريزو سوسيو، لقينا اقبال، حتى وفي الاول راك تعرف مع تلقى تناقضات، تلقى هضره شويه طيح المورال في الاول، يقول لك او مجنون او شغل راك تلقى، بصح الحمد لله، بصح من بعد انني ثبت روحي وثبت للناس. ما شاء الله نكون من الشباب العرب اللي نديروا الثقافات هذه، خش هي ثقافه ما عندهاش حدود، سواء ثقافه غربيه ولا اسلاميه ولا عربيه، والحمد لله ثاني مام حتى في الثقافه العربيه تاعنا شغل عندي 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 دي تام حاطهم انها في المناسبات، باغ اكزومبل في المولد النبوي الشريف عندنا ديكور سبيسيال للمولد، خاش بحكم اننا عرب وكنا ديني، كنا بخاصيه دينيه. عندنا في عندنا مناسبه رمضان، عندنا لانيفرسير عيد الميلاد، عندنا الاعراس، افتتاحات تاع لي ريستورون. السينمائي نقدروا كاع نحطوا كاع لي ستيل الخليجي العربي الايطالي الاسباني الامريكي، ما شغل انا نظن باللي ما كانش حدود في الثقافات هذيا، ونقدروا كاع نمسوا كاع الجهات هذونا كاع نخدموهم، ما عندناش اشكاليه كبيره ولا مستقبلي ان شاء الله حابين نزيدو نطوروا في السينما العربيه، نخدموها بمقاييس اوروبيه مقاييس امريكيه، شغل الحمد لله نقدروا نخدموا شغل حاجه كوبي اوريجينال، معناها حاجه في الطب. هي تختلف ثقافات الشعوب من مكان الى اخر، وبصح الفن هذا ما عندوش حدود، ان شاء الله احنا الفنانين ماذا بينا سواء عرب ولا اجنبيين والله نقدروا نتعاملوا مع بعضنا، خاش نخدموا في حاجه واحده وفن واحد، وان شاء الله العالميه ان شاء الله.